يحسب ان ما له أخلده يا جماعه تخيل حضرتك بص بص اي واحد شايفني دلوقتي لابس لبس تخيل حضرتك ان انت مش هتدوبه انت عمرك شفت حد دوي بالجلابيه اللي لابسها؟ وعمرك شفت واحد دوي بالبدله اللي لابسها؟ عمرك شفت واحد دوي بالساعة اللي لابسها؟ احنا يا اما بنشحتها يا اما بتضيع يا اما بتتسرق يا اما بنموت ونسيبها في كل الاحوال الملكيه فيها بتدوم لا ما بتدومش طب واحد يملك ارض قطعه ارض اظن ارض اهي بقى اسيتس حاجه ثابته ها هل هي بتدوم لا ليه لان النعمه ليها طريقتين في الزوال لما الرسول عليه بيقول اخشوشينه فان النعمه لا تدوم ايه طرق ذهاب النعمه حاجه من الاثنين يا عم الشيخ وركز معايا وصلي على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام حاجه من الاثنين يا اما زوالها مني يا اما زوالي منها لا زوالها مني تضيع مني باي بالاستهلاك بالسرقه بالمصادره بالدين بالمرض زوالها مني واما بزوالي انا منها بزوالي انا منها ان انا اموت واسيبها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني لم نسمع عن قبر به خزائن او كفر له جيوب عرفت المعنى ايه